ارتحت في سرداب. الشجاعة مثل السيف تقوى بالنار. من يملك هذا السيف لا يخسر أبدا. العدالة مثل الأرض، من يملكها يرتفع ومن يخسرها يقع. العقل مثل الهواء، من لا يملكه محكوم عليه بالفناء. الأخوة مثل الماء، عندما تتحدون تعطون الحياة. كل هؤلاء سر وجودنا، مصدر وجودنا،
سرنا في هذا الكأس، من يشرب منه سوف يخلد. نعم أيها الأخوة، فلنتحرر. ما في شيء هون. احرقوا المكان. مراد على مدار صار برا، اجا بوقته الاحتفال تبعنا ناقص وضحية نذبحها. انت هلأ صرت قطعة من هذا المكان المقدس، ما لازم تنشغل بهالشغلات. في رجال حراسة ورح يقوموا بالواجب تبعهم. هالمرة الاحتفال تبعهم رح يكون قصير، يا اما رح يختنقوا يا اما رح يصيروا بالمحفل تبعي. انت خليك هون وانت هنيك. نحن عم نتعرض للهجوم. نحن هون رح نختنق. سيدي بعتنا العناصر لبرا يقفوا على المدار، رح طالعكم من هون فورا. سميث، باور، أوبراين، باول، وقفوا على المدخل. يلا بسرعة. تفضلوا من هون يا سادة.
معلم البقية ما طلعوا، شو نعمل؟ معناتها في مخرج تحت الأرض، أو يمكن في مخرج من ورا. انتوا فوتوا من هنيك وأنا رح أطلع بالسيارة على الجهة الورانية. الوحيد البقي من المجموعة والباقي كلهم ماتوا. مراد على مدار عم يلف من ورا ورجاله عم يلحقونا. كرصاص سلاح. انت حميلي ظهري. ضل اثنين عبد الحي. ايش وعم بتعدون؟ تعرف ما بحب ضيع وقتنا مشان هدول الاثنين. شو عم تستعرض قدامي؟ لا حبيت ورجيك هالحركة. الواحد بيضل يتعلم حتى لو كبير. باول كم واحد عم يهاجم؟ على مدار وحده. طالما هي معك عبد الحي ليش خليتنا نشتبك ساعتين؟ وهي درس مني ببلاش، لازم تخبي الذخيرة تبعك. هروب. هيك رح نتحاصر هون، لازم نطلع فورا. احرسوا الطرف الثاني، وانت وقف هنيك بسرعة. شو صار معك عبد الحي؟ وين صرتوا؟ نحن وراهم، قطعنا هي الجهة وشوي منوصل على المدخل الثاني. وهيك بيصيروا بين نارين يا عبد الحي. قدرنا نحشرهم مشي الحال. حاضر معك. شو بدنا نستنى؟ رح نطلع، يا بيقضي علينا يا بنقضي عليه. على مدار لا تخليني عصب. ها تركنا نروح احسن لك. ولا يهمك بويرز، رح تكون هاي اخر تعصيبة لك. بعد شوي رح اجي وشحطك على الارض. يلا يا شباب بسرعة 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 بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة.